المسرح في معابي الرباط. كما أشكر السيد رئيس الجامعة على حفاوة الاستقبال وعلى أيضا حضوره بيننا من أجل هذا اللقاء الذي فيه اعتبار وتقدير لشخصية وطنية كبيرة من حجم الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي. طبعا الحال أنا لست أستاذ قانون ولا سياسة، ويعني ولو طلب مني ماذا تفضل لكان جوابك أن أقرأ عليكم بعض الشعر. هذا هو الموقع الذي أرتاح فيه وأكون سعيدا وجميلا، ولكن ماذا علي أن أفعل وقد حصرت بأساتذة القانون وفي السياسة، وتلك مهمة صعبة أجدني حاصلا فيها. طبعا الحال التحدي الأكبر لقراءة الكتاب هو محاولة الخروج من جريمة عبد الرحمن اليوسفي التي عشناها بكل تفاصيلها داخل الشعبية الاتحادية، داخل الحزب، وداخل المشرق، وخضنا وعبرنا عن مواقف فيها رفقة زملائنا. وبطبيعة الحال يعني سياسيا كنا محسوبين على تيار آخر، ولذلك فكل رأي وكل كلام عن جريمة اليوسفي بطبيعة الحال هو كلام سيكون نسبيا ومحوطا بغير قليل من المحاذير. إذن لقراءة هذه تحاول أن تخرج من جريمة اليوسفي، من مرحلة اليوسفي، والوقت الآن يسمح بذلك لأن جريمة التناوب مر عليها سنوات. والأستاذ عبد الرحمن اليوسفي بطبيعة الحال رحمه الله قد أدى ما أدى، كان جهليا أم كان سلبيا، هذه المرحلة الآن ممكن أن نخضعها لتشريح، وبالتالي تجعلنا نخرج من هذه التجربة لكي نقدم قراءة فيها. لا نستطيع أن نتجرد لكوننا كنا فاعلين فيها، ولكن ممكن هذه المسافة ممكن أن تجعلنا نقرأها بنوع من الحيادية والموضوعية. وكنت أتمنى لو كان شخص آخر من خارج هذه التجربة ممكن أن نقدم قراءته وتكون مختلفة. ولذلك أنا دوري وموقعي في هذه الورقة كما قال الأستاذ أن أجهز، أن أتجرد من الثياب الذي لبسته رفقة إخواني في قراءتنا لجريمة عبد الرحمن اليوسفي، وسأكون قاربا من عبد الرحمن اليوسفي نكاية في زملائي مؤلفي هذا الكتاب الأستاذ حافظ والأستاذ أحمد البوز. بطبيعة الحال الكتاب موقع الكتاب هو في إطار المذكرات، وإن كان غلاف هذا الكتاب لا يحمل جنيسا، هناك جنيس عام، جنيس محايد، هو عبارة عن أوراق، وبالفعل هو عبارة عن أوراق، كل ورقة قيد لها أن تتناول موضوعا معين، وتبدي فيه مواقف وتوثقه، ولكن الكتاب في الحقيقة هو مذكرات، ونختلف مع الأستاذ البوز، وبالفعل يشكل مذكرات أو سيرة ذاتية غيرية، سيرة ذاتية لمؤلف الكتاب لأنه ما خاض تجربة وعبر وخاض مواقف داخل التجربة، وفي نفس الوقت هو سيرة غيرية لأن بطل هذا الكتاب هو الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي. إذن هو سيرة ذاتية غيرية. وبطبيعة الحال إن شئتم يمكن نتكلم على سيرة حزب اللي هو الاتحاد الاشتراكي خلال مرحلة من المراحل. حين كنا نستمع الأستاذ بوز، في الحقيقة الأستاذ قدم ورقة مستفيضة عن جملة من الأمور التي ربما يمكن الاستغناء عن إعادة الحديث فيها، ومع ذلك
انا ممكن نتحدث على واحد الجانب مهم جدا في هذه المساله، وتحدي الموضوعيه او تحدي المصداقيه في هذا الكتاب. حين نقرا الكتاب كنحس نوع من التحفظ، نوع من الحرج بين السطور في قراءة تجربة عبد الرحمن اليوسفي، مع العلم أن هناك من كان أميل وأقرب إلى تقييمها وتقديرها في جانبها الإيجابي أكثر من جانب إن شئت بين وزوين السلبي. لذلك البوز هو يتحدث بنوع من الإحساس، الخوف، أو يعني بصورة أخرى نقول التحفظ من أن نظم تجربة يوسفي سواء داخل حزب ست زعيم أو يوسفي قائد حكومة تنوع أو جهة التنوع بصفة عامة. طبيعة الحال هذا الإحساس بحثاً أو مراكمة لنسبة مهمة من هذه الموضوعية، بطبيعة الحال كنا نحس به ونحن نقرأ الكتاب مثلاً أنه كتاب وإن ألفه الأستاذ حافظ بشكل مشترك مع الأستاذ بوز، وكتاب مشترك من قبل استعانة كثير من الأصدقاء الذين كانوا شهوداً على هذه المرحلة. ولذلك مثلاً نقرأ لم يكن لهذا العمل أن يصور بالصورة التي خرج بها لولا مساعدة عدد من الأصدقاء الذين لم يبخلوا علينا بما احتفظوا به من معلومات ووثائق. إذن هذا الكتاب هو مشترك بين الأستاذ حافظ بوز، ولكن أيضا هو مشترك باستعانة من أشخاص آخرين زودوا بالوثائق، ولكن أيضا نحتمل أن كان هناك نقاش بينهم حول هذه الوثائق، وكانت هناك مراجعة لبعض المواقف التي كانت إما مع أو كانت ضد تجربة اليوسفي. إذن الكتاب هو كتاب مشترك بمعنى على مستوى التأليف، وأيضا حتى على مستوى جمع الوثائق وإبداء الرأي. أيضا جانب هذه الموضوعية التي تسمى الكتاب، أن هذا الكتاب مؤلف من شخصين، بطبيعة الحال الكتاب حين يكون مؤلفا من شخصين من باحثين من أستاذين ويخوضان تجربة تأريخ لمرحلة مهمة، بطبيعة الحال كيزيد نسبة ديال المصداقية اللي ممكن أن يحظى بها الكتاب. أيضا الزميلين الأستاذ حافظ والأستاذ البوز وهما شابان ويخوضان في جريمة كتابة المذكرات، لأننا كنا دائما نتساءل زعماءنا السياسيين يعني بلغوا من الكبار عتيا، وبطبيعة الحال نهاية المطاف هي تنتظر الجميع، وبالتالي كنا نتوقع أن تصدر بعض المذكرات، بعض الكتابات التي تؤرخ للمرحلة التي عاشوا فيها. وبطبيعة الحال من حسن حظنا أننا في الفترة الأخيرة شاهدنا في المغرب مجموعة من الكتابات السياسية هي عبارة عن مذكرات، وقد أتى على ذكرها عدد منها الأستاذ أحمد البوز، لا مع الأستاذ قير بصري ولا مع المذكرة ديال سي مبارك بودرقة ولا اليازغي وعبد الرحمن يوسفي نفسه، يعني أشخاص كثيرين وفروا لنا مذكرات في السنوات الأخيرة. والجميل أن الأستاذ محمد حافظ والأستاذ محمد أحمد بوز صار على هذا المنوال وقدم لنا قراءة هي عبارة عن مذكرات عن تجربة مهمة هي تجربة التنوع، لأنني أنا أعرف كتابا خصص ليوسفي من موقع آخر، من موقع جيل آخر، بلغة أخرى، بوجهة نظر أخرى مثل هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو يوسفي كما عشناه. طبعاً الحال بالإضافة إلى ذلك نحس الأستاذ طحال الجبري تكلم عن الأسلوب، وأنا أريد أن أوقف أن هذا الكتاب بطبيعة الحال هو كتاب حول التجربة، ولكن
بلغة أدبية، بلغة تراعي ضوابط اللغة العربية وبناء جمل في اللغة العربية. وبطبيعة الحال هذا في نظري هذا الكسب مهم، ويجعل أن هناك فارقا بين الكتابات الأخرى التي تتناول الجانب السياسي أو الجانب القانوني. يعني بطبيعة الحال إذا كانت فيه شيء مزية فهي ترجع للأستاذ حفيظ لأنه أستاذ اللسانيات، أستاذ اللغة العربية، واعتبره أنه خبير في اللغة العربية، ولذلك كان حريصا أن تكون لغة الكتاب لغة سلسة، لغة جميلة تراعي مواصفات اللغة العربية وأناقتها وجماليتها. طبعا الحال كل هذه العناصر نفترض أنها تسير باتجاه تحقيق قدر مهم من الموضوعية، ولكن هل هذه الأوراق المتضمنة هل كانت فعلا موضوعية؟ هذا سؤال مهم ولا بد من أن نشاكس فيه. طبعا الحال احنا عشنا جريبة اليوسفي وخضنا معارك ضد جريبة اليوسفي، لا من خلال التصويت على الدستور ولا القبول بقيادة الحكومة ولا أيضا كما قال الأستاذ جبريل التجربة الصحفية وما إلى ذلك، ولكن هل يمكن الآن في سنين أخرى احنا خارج هذه التجربة هناك مسافة زمنية، هل يمكن الحكم على تجربة اليوسفي باللغة المستعملة في هذا الكتاب أنها كانت تجربة سلبية؟ هل كانت تجربة فيها من العناصر المخيبة التي خيبتنا ونحن شباب في مرحلة معينة، هل كانت مخيبة بنسبة ممكن نعتبر أن اليوسفي جنى على الحزب بها وجنى على التداول على تدبير الشأن العام وبقبوله قيادة جريمة حكومة التنوم وما آلت إليه تحت ما يسمى فشل الانتقال الديمقراطي في المغرب؟ هذا سؤال. بطبيعة الحال لا داعي لأن أتحدث عن موقع الذي كان يتحدث منه وعبره الأستاذ حافظ الأستاذ حميد بوز، لأن الأستاذ حافظ كما تعلمون أنه استرشح للاتحادات مرفض الدستور وشارك في الانتخابات البرلمانية، وبطبيعة الحال مشاركته في بعض الأحيان ستظهر في الكتاب أنها كانت تكتيكية من أجل فضح أن ربما الانتخابات كلها كانت مهيئة معدة بطريقة أو بأخرى. لذلك فور الإعلان عن فوزه سيرفض المقعد البرلماني كما تعرفون. إذن محمد حافظ هو مشارك في هذه التجربة السياسية وقائد من قوادها بقوة من خلال مختلف المواقف التي اعترضت عنها داخل الشريطة الاتحادية والتي وصلت ذروتها مع رفضه المقعد البرلماني. إذن اليوم أقصد اليوم يعني يوم كتب هذا الكتاب نتصور أن هذا الموقف كان حاضرا في كتابة تأليف الكتاب وفي التوثيق له من خلال مجموعة من حتى مسألة الوثائق لا تبدو موضوعية لأن يجب وثيقة، ولكن هل كل ما في هذا الكتاب هي فقط كل الوثائق؟ لذلك ألم تكن هناك وثائق أخرى؟ هل ألم تكن هناك قراءات أخرى ممكن الاستعانة فيها من أجل محاكمة بين مزوجين جريمة عبد الرحمن اليوسفي الزعيم السياسي والمحامي؟ إذن وأنا أقرأ الكتاب كان أحس بأنه فيه رواية حدية، رواية حدية، رواية حدية، تحس بأن هناك ورفض لتجربة
اليوسفي. يظهر ذلك من خلال عناوين، حتى بدون ان نقرا ونطلع على مضامينه، ممكن الدستور الذي لا نريد، لان في مرحله احنا اخذنا الدستور الذي كان مقترحا قبل مجيء قدوم اليوسفي للحكومه، طريق غير مستقيم نحو التناوب. التناوب الذي لم تصنع صناديق الاقتراع. مؤتمر يوسفي نهاية قبل الأوان. لأن خلال العناوين كلها يمكن أن المسألة هناك توجيها لموقف معين تجاه مآل معين، وهو رفض هذه التجربة. لكن مع ذلك أنا تنشوف أن كتاب يتناول تجربة اليوسفي على رأس الحزب وعلى رأس الصحافة الاتحادية وعلى رأس حكومة التناوب، ولكن هل يمكن أن نختزل سيرة هذا الرجل في هذه المحطات فقط؟ اليوسفي المقاول، اليوسفي الحقوقي، اليوسفي الصحافي، اليوسفي المحامي. إذن لذلك أنا تنشوف الآن من بعد سنوات كاملة بأن اليوسفي كان له ضوء فيما عشناه من أزمات داخل الحزب، يعني واحد الوقت قالك عبد الله واسعة، ولكن في نفس الوقت ممكن نقول بأننا احنا ألم نغلب هذا البعد الأخلاقي داخل جلدتنا السياسي أكثر من اللازم، بمعنى غيبنا قدر هائل من هذه البراغماتية المفروضة في الناشط السياسي أو المناضل السياسي. بمعنى المسلكة كيفية السياسة، حنا كنا كنديرو أخلاق، وهذا الأخلاق أو الأخلاق أو في الاختلاف بطبيعة الحال، ونترجع للتصريح ديال الأستاذ البوز، ألم تجعلنا خارج الاتحاد الاشتراكي في الوقت اللي كنا كان ممكن ان نبقاو داخل الاتحاد الاشتراكي ونوجهوا في طريق اخر. الم تاخذ هذه التجربه كلها هي تداول السلطات، التشبيه، يعني وجود نطاق ما بين المكتب السياسي والمناضلين وما بين قائد الحكومه مع الشعب، كل هذا العناصر كلها كما كنا نتمثلها ونتصور ونريدها ان تكون حاسبنا، الم تكون مبالغ فيها وبالتالي جعلت خارج هذه الجريمه هي جريمه الاتحاد الاشتراكي، وبالتالي غيبت جانب من البراغماتيه التي كانت مفروضه في مرحله من المراحل. تاريخ الحزب المغربي هو تاريخ التشدد، تاريخ الانقسامات. الشعب الاتحاد الشرقي حتى حزب الاستقلال، حتى حزب الاستقلال ايضا بطبيعه الحال اذا كانوا يحسبوا الاتحاد الشرقي ان كان فيه اختلاف وكان فيه مناضلين وكان فيه ليس كما هو حاصل اليوم، ولكن ايضا الم نبالغ نحن، نعم الم نبالغ نحن في اخلاقيتنا هذه التي جعلتنا خارج الاتحاد الشرقي وجعلت الاتحاد الشراكي فارغا وخاويا من مناضلين كثر كان ممكن ان يعيد نوع التوازن الى الحزب. انا مع حفيظ ومع البوز في التفاصيل انا تجربه عشتها، ولكن كما قلت حاولت ما امكن ان اكون مقدرا لجريمه يوسفي من بعد توالي التجارب الحكوميه التي جاءت من بعدي والتي اعتبرها كانت دون مستوى تجربه يوسفي على راس الحكومه او الحكومات المغربيه، وهذا يشفع له ان نكون قريبا من نحييه وهو في قبره ونترحم عليه. وشكرا جزيلا. شكرا سي عبد الدين. شكرا سي عبد الدين على مداخلتك، وقد قدمت لها بكونك مشاكس بدون شك، فهذا ما عهدناه
من مداخلتك ومن أوراقك. وبدون شك سي عبد الدين كما لو أنه يطالبون بكتاب آخر ياك الصحفي ديالكم هادشي وسي البوز، أو لعلنا نطالبه بكتاب آخر عن هذه التجربة، مثل ما أيضا هو مع النقد، نقد للتجربة السياسية ولكن ليس مع جلد الذات. الكلمة الأستاذ محمد حافظ، وأستاذ محمد حافظ إذا أردت تعريفه بإيجاز قلت إنه مناضل أولا، وثانيا سياسي منخرط بشكل دائم ومستمر، وثالثا أكاديمي وهو أستاذنا في مجال اللسانيات، ورابعا وأخيرا واحد من أهم الأقلام التي أسست للتجربة الصحفية المستقلة في المغرب وأيضا الحزبية. الكلمة لك ولا لكتاب.